يوم أجازتي مسافر وكنت عايز يومين كمان أجازة زيادة. عادل، ثبت النظارة على عينك وانت بتشتغل لو سمحت. معلش ما كنتش واخد بالي. بس أنا مش مقصرة. أنا فاهم الأزمة كويس ومقدر إنك بتحاولي تلاقي عمال وفنيين كويسين وإن دي مشكلة عامة في كل المصانع. لأني حضرتك أنا طول الوقت بحاول أعين ناس بس. فاهم فاهم. مع معايا وبخصوص نظام التعليم والتدريب المزدوج. هيبدأ تدريب عندك دلوقتي، كمان سنة هيفيد المصنع بشكل. لازم تركز طول ما انت شغال، دي أهم حاجة هتتعلمها عشان تبقى فني شاطر. حضرتك لما كنت طالب كنت بتوفق بين التدريب والدراسة النظري ازاي؟ قبل الأجازة طمني، عادل ماشي كويس في التدريب؟ اه جدا، أسيبك أنا تراجع غيابهم وتخلصي شغلك قبل الأستاذ محمود ما يجي من الوحدة الإقليمية. طبعا، ما انت تدريبك فني إداري، يعني الدفاتر كلها. بالمناسبة كنت عايز أعرف من حضرتك إجراءات التقديم بالتفصيل، عشان ولد قريبي حابب يقدم في نظام التعليم المزدوج. يعني ممكن أبقى زي حضرتك في يوم من الأيام فني كبير ومشرف على خط إنتاج كامل لوحدي؟ وأحسن كمان، هما اتنين بس. الطالب بيختار مهنة معينة يدرسها، وطول الثلاث سنين مدة الدراسة بيقضي يومين بس أسبوعياً في المدرسة وأربع أيام في المصنع اللي بيتدرب فيه، وفي أجازة الصيف بيبقوا ست أيام. إن شاء الله يا فندم. طب أنا هستفيد إيه لما أسمح للطلاب بالتدريب عندي؟ طب والقطاع الخاص دوره إيه؟